بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة عربي إسباني، وسيكون مضمون هذا الفيديو هو التحدث عن التوجيه، مسألة مهمة. يعني فيديو موجه إلى أعزائنا التلاميذ والطلبة وإلى كل من يريد أو لديه حب المعرفة والفضول في التوجه نحو مسار تعلم اللغة الإسبانية، و يعني الوصول إلى مسار مهني في تعلم اللغة الإسبانية. من خلال هذا الفيديو سأتطرق إلى تجربتي الخاصة، بدءا بالدراسة في الجامعة، استفادتي من منحة التفوق أو منح وكالة التعاون الدولي الإسبانية، وسأخصص فيديو آخر للتحدث عن المنح التي تخصصها إسبانيا أو الوزارة الخارجية، وكذلك وزارة التعليم والشباب الإسبانية والوكالة الدولية للتعاون الإسباني، سواء تعلق الأمر بمنح الإقامات الصيفية ما يسمى كورسوس دي فيرانو أو منح كذلك للدراسة. ترقبوا إن شاء الله إذا ما تابعتمونا، سنتحدث بتفصيل في فيديو جديد عن كيفية استفادة الطلبة، سواء كنتم طلبة شعب متعددة، المهم أن تتقنوا اللغة الإسبانية. ممكن متابعة الدراسة في الجامعات الإسبانية. نبدأ. يعني نحن نتواجد بالمغرب، دولة جارة وقريبة لإسبانيا. سنتحدث من منطلقنا، وهذه نصيحة لأعزائنا التلاميذ والطلبة، لأن الكثير من يعني يطرح الأسئلة عن ما هي الخيارات المخرجات يعني إلى ذر اللغة الإسبانية كخيار في التوجيه في نمى الآفاق. ما هي الآفاق التي تنتظر سواء التلاميذ أو الطلبة الذين سيتخصصون في هذا المجال؟ تجربتي المتواضعة، يعني حصلت على شهادة الإجازة في الدراسات الإسبانية، ما يسمى لا فيلولوجيا إسبانيكا. استفدت كذلك من دورات صيفية في مجموعة من الجامعات كجامعة مدريد، لا اونيفرسيداد اوتونوما دي مدريد، لا اونيفرسيداد دي كاديس، جامعة قادس، اي لا ال سنترو دي ديومس، مركز اللغات دي لا اونيفرسيداد دي فالنسيا. كذلك بعد تجربة الإجازة انتقلت إلى المدرسة العليا للترجمة في مدينة طنجة، وفي الحقيقة كانت آفاق جد شاسعة، لكن للأسف لم يتأتى إلي متابعة سلك الماستر بسبب التوجه إلى يعني تدريس اللغة الإسبانية. يعني خيارات في اللغة الإسبانية، لنكون صرحاء، في المغرب لحد الآن جد ضعيفة إذا ما قارناها بآفاق يعني المسارات الدولية بالخيار الفرنسي. كما نعلم المغرب يعني من خلال تاريخه فهو كان مستعمرة فرنسية، ويعني اللغة السائدة هي اللغة الفرنسية في الإدارات أو في جميع المسالك. يعني الخيار الفرنسي له يعني ان بريفيليج، يعني ما يسمى ب يحظى بالامتياز مقارنة مع باقي اللغات. لكن رغم كل هذا فاللغة الإسبانية حاضرة حتى إذا لم تكن هناك إرادة حكومية، وهذه مسألة هم الأشخاص الذين يدبرون الشأن لها. اللغة الإسبانية حاضرة بقوة الجغرافيا، حاضرة بقوة التاريخ، حاضرة كذلك بقوة التعاون. فلا يخفى علينا أن جالية مهمة من إخواننا المغاربة تقطن بإسبانيا، تعمل بإسبانيا، والكثير منهم يوما بعد يوم يتعلمون أو حتى يحصلون على شهادة في اللغة الإسبانية. سأتكلم بالنسبة لمن يريد أو له توجه أو خيار أو رغبة في يعني المضي قدما في مجال تعلم اللغة الإسبانية، إتقان اللغة الإسبانية، سواء كانت يعني توجهه في شعب أخرى. نصيحتي إليه ونصيحتي هي تعلم اللغة الإسبانية. هناك عديد من المراكز
محاولة الحصول على شهادة من معهد سيرفانتس، سنتكلم على في هذا الموضوع لاحقا، وهي شهادة الديلي كما ترون خلفي. هناك شهادة ديلي فهي معتمدة من طرف المعهد الإسباني ومعترف بها في إسبانيا كذلك، وهي شهادة تخول لك مجموعة من الآفاق. إذا هنا في المغرب مجال الترجمة مجال مفتوح. بالنسبة للتدريس للأسف اللغة الإسبانية كما نقول منذ 2012 لم يتم هناك ولوج أي فوج من أساتذة اللغة الإسبانية. ونصيحتي إلى أعزائي التلاميذ والطلبة أن يأخذوا بعين الاعتبار هذه المسائل. يعني وقتك هو عبارة عن مشروع، حياتك، تخطيطك، مسارك كذلك عبارة عن مشروع. لست أدري، نحن متواجدين الآن في سياق اقتصادي واجتماعي معين، يجب علينا أن نستحضر بذكاء ما هي يعني الإيجابيات التي سنحصلها إذا ما تعلمنا لغات، سواء تعلق الأمر بمجموعة من اللغات أو وما هي الأشياء كذلك التي سنقوم بها كتضحيات، سواء تعلق الأمر ب وقت ترحال تنقل إلى غير ذلك. من يريد يعني التوجه نحو مسلك تعلم اللغة الإسبانية، لا فيلولوجيا إسبانيكا، بالنسبة للمغرب هناك مجموعة من الجامعات، حتى لا أطيل عليكم، هناك جامعة فاس، جامعة الرباط، جامعة الدار البيضاء، جامعة تطوان، جامعة الناظور كذلك، هناك يعني شعبة اللغة الإسبانية بهذه الجامعة، جامعة أكادير، وهذه هي الجامعات التي تدرس فيها اللغة الإسبانية. بالنسبة إلى ما يسمى بكوليخيوس بوس كوليخيوس إسبانيوليس، أو ما يسمى البعثات، أو لي كوليج دو ميسيون اللغة الفرنسية، المغرب من بين الدول الأولى التي يعني هي حاضنة لهذه هذا النظام من التعليم. هناك مجموعة من كوليخيوس، كوليخيو اسبانيول أو ما يسمى بالبعثات أو لي كوليج دو ميسيون باللغة الفرنسية، حيث تدرس المواد باللغة الإسبانية، عفوا باللغة الإسبانية، وهي خاضعة لنظام أو لوصاية وزارة التربية الوطنية والشباب الإسبانية. يعني اللغة العربية تدرس كلغة أجنبية، ومن بين هذه على ما أظن هناك 14 يعني مؤسسة للبعثات الإسبانية، تتواجد في كل من الحسيمة، الناظور، تطوان، هناك يعني مؤسستين للبعثات، مدينة طنجة، مدينة الرباط، مدينة الدار البيضاء، مدينة العيون في الصحراء المغربية، مدينة كذلك العرائش، مدينة، هناك مجموعة من المدن. على ما أظن هناك 14 مركزا، أو عفوا مؤسسة، ما يسمى مؤسسات البعثات تابعة للنظام الإسباني. تبقى هذه متابعة الدراسة في لي كوليج دو ميسيون مسألة بريستيج كما يسمى، أو يعني ليست هي فقط حكر على طبقة معينة، ولكن نتكلم أيضا على الآفاق. بالنسبة للآفاق، آفاق مفتوحة لهؤلاء الطلبة أو التلاميذ الذين يدرسون في بإمكانهم متابعة الدراسة بريمير جرادو، يعني بروبيير سيكل، أو ما يسمى بالسنوات الأولى من الجامعة. بالنسبة للطلبة أو التلاميذ الذين يدرسون بمؤسسات العلوم العمومية، واجب عليهم أن يحصلوا على شهادة لا سيليكتيفيداد حتى يتأتى لهم الولوج إلى الجامعات الإسبانية. لا سيليكتيفيداد أي بموازاة البكالوريوس أو البكالوريا في المؤسسات العمومية.
كل هذا حتى لا أطيل عليكم، هذه مجموعة من المعلومات. بالنسبة للآفاق المهنية فهي كثيرة وكثيرة جدا، ليس فقط هنا في المغرب أو حتى الإخوان الذين يتابعون بشمال إفريقيا. ما يمكن أن أقول هو أنني أزف لكم يعني بشارة أن هناك تعاون ما بين الحكومة الإسبانية وحكومات سواء المغرب والجزائر وتونس من خلال التعاون في مجال البحث العلمي وخصوصا في مجال الترجمة واللغة الإسبانية. هناك العديد من المنح، يجب فقط البحث، وسنخصص فيديو آخر مستقل لنتكلم، سأتكلم من خلاله عن تجربتي مع منح الدورات الصيفية التي يعني تخصصها وكالة التعاون الدولي الإسبانية أخنسيا دي كوبيراسيون انترناسيونال، وكذلك يعني منح متابعة سلك الماستر والدكتوراه أيضا بالنسبة للطلبة من شمال إفريقيا. مشكورين على المتابعة، أرجو ألا أكون قد أطلت عليكم، أرجو كذلك أن نكون قد استفدنا. للتواصل المرجو ترك أسئلتكم من خلال التعليقات، سنحاول ما استطعنا الإجابة عن كل الأسئلة التي لديكم، وموفقين. Hasta luego. العلاقات بين البلدين هي جيدة على المستوى السياسي، جيدة على المستوى الاقتصادي، جيدة على المستوى الثقافي. في النصف الأول من السنة المقبلة 2019 على المستوى الثقافي، أشكر السيد الوزير الأول لأنه عبر عن رغبة الطرف الإسباني في زيادة دعم طلبة المغاربة ليستطيعوا أن يذهبوا إلى الدراسة في إسبانيا، وأيضا هناك مبادرات ثقافية أخرى مشتركة في المغرب وفي إسبانيا. على المستوى